صيادلة دفعة 2018 مستعدين يتكلفوا تحت أمر الدولة ووزارة الصحة لمساعدة المجتمع ضد جائحة كورونا. 14,000 صيدلي من دفعة صيادلة 2018 مستعدون للانضمام لصفوف الجيش الأبيض المصري لمواجهة أزمة كورونا. صيادلة 2018 منكم ومعاكم ومستعدين في أي وقت. صيادلة دفعة 2018 قد المهمة. الله الله عليكم يا صيادلة مصر. يعني كمان بنتكلم في مبادرات وبنتكلم قد ايه صيادلة 18 طبعا يعني معناها دفعة 18 اللي هم بقالهم سنتين متخرجين هم بيقدموا مبادرة دلوقتي لمصر اللي هم شايفين قد ايه الأزمة بتاعة الكورونا بيقولوا احنا كمان عايزين نبقى موجودين في الصفوف الأمامية. الفقرة دي مهمة جدا جدا عشان نتكلم على هذه المبادرة ونتكلم يعني ايه تكليف 18 وتكليف 19. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا سيادة النائبة طبعا المهندسة مي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتور إبراهيم عبدو، طبعا الدكتور إبراهيم عبدو هو أول صيدلي رعاية حرجة وعمليات في مصر مستشفى 57-53. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا وزملاء ممثلين للدفعة الدكتور ياسر والدكتور محمد والدكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. اسمحوا لنا في الأول خلونا نعرف المبادرة اللي بيتكلموا عنها هي مبادرة كالآتي. دلوقتي الكلام في العالم كله أصبح ما بقاش حاجة اسمها القطاع الطبي، القطاع اسمه قطاع صحي أو علاجي، بمعنى هو فريق مكون من صيدلي وطبيب وتمريض. فاللي بيحصل في الرعاية الحرجة زي ما كل العالم دلوقتي فيه أزمة إن هم بيتكلموا إن هذه المبادرة إن في نقص حد في الأطباء بشكل أو آخر لهذا الموضوع. أنا ما بتكلمش على تحويل صيدلي لطبيب، لا، أنا بتكلم على يتعمل في الرعاية الحرجة وليكن ثلاث فرق صحية ويكون في طبيب هو بيتابع التشخيص مع هذه الفرق، والصيدلي الرعايه الحرجه اللي هنتكلم عنه دلوقتي يبدا هو يتابع البيشنت او المريض عن كسب، وهو ده اللي بيبقى مطلوب، وكذلك التمريض. فيصبح عندي استخدام الطبيب في هذا القطاع بشكل او باخر موزع بشكل كبير جدا على بقيه المستشفيات. طبعا هي مبادره رائعه، ومن قبلها طبعا كانت سياده النائبه اتكلمت اكتر على تكليف 18. اسمح لنا يا دكتور بشمهندسة تقول لنا بقى ايه الاخبار، يعني التكليف 18 وايه الخطوات اللي حضرتك بدأتي بيها. بدايه يعني احنا لازم نقول ان احنا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي احنا محتاجين كل حد في الجيش الابيض. اعتقد ان دفعه 2018 صيدله والدفعه فيها تقريبا 14,000 طبيب او دكتور صيدلي، الصيدله دول احنا فعلا في الوقت ده محتاجينهم، علشان كده ما كانش ينفع ان احنا ناخر او ناجل التكليف لحد النهارده. احنا بنتكلم ان الدفعه دي بقى لها تقريبا سنتين، طلع عليها كمان دفعه 19 اللي هي المفروض مارس 20 كان المفروض ده نهايه اعلان التكليف بتاعها، وبرده لم يعلن التكليف بتاعها، لولا ظروف كورونا كانت هتطلع كمان دفعه 20. هو تاخر ثم تاخر، وللاسف اعداد الصيادله موجوده كتير. احنا مش شايفين طبعا بحكم الظروف اللي بتمر بيها نقابه الصيادله في الفتره الحاليه، للاسف ما فيش حد بيسمع او بيوصل صوت الصيادله غير الصيادله نفسهم. صحيح. هم الشباب دفعه 18 هم اللي بيتكلموا، هم اللي بيوصلوا صوتهم، ويمكن كتير منهم اتواصلوا معايا من فتره طويله جدا، وبدانا ناخد اجراءات داخل مجلس النواب. يعني تم استدعاء السيده وزيره الصحه اكتر من مره، و يعني المسؤولين في وزاره الصحه لسؤالهم عن اسباب تاخر تكليف صيدله لحد الوقت اللي احنا فيه. للاسف هي كل فتره ما الأسباب بتتغير، يعني كان الأول الرد إن الجامعات ما بعتتش، ثم بعد كده تحول الرد إن في مشكلة في التمويل، او ان هم ازاي هيجيبوا لهم الفلوس بتاعتهم، او الدرجه بتاعتهم هتبقى موجوده ازاي. انا مش شايفه ان احنا في وقت النهارده ان احنا نتكلم على هندي للشباب دول ايه من انهي ميزانيه، لان الشباب دول لو اتفتح لهم باب التكليف انا ما اعتقدش ان هم حد فيهم هيفكر احنا هناخد كام على قد ما احنا هنقدم ايه للبلد. اعتقد ان احنا دلوقتي احنا شايفين الشباب كلها عايزه تساعد، الاطباء والصيادله وغيرهم من الشباب على مختلف التوجهات، ويعني مختلف الدراسه، وكله عايز يساعد، وكله شايف ان البلد في ازمه والعالم في ازمه، فكله عايز يمد ايد العون ليهم. اللي احنا بنقوله ان احنا داخل مجلس النواب احنا متواصلين بشكل مستمر بسبب دفعات صيادله. يمكن العجيب في الامر ان باقي الاطباء اللي هو مثلا بنتكلم على العلاج الطبيعي، بنتكلم على
التمريض، بنتكلم على غيرهم، دول تم تكليفهم فعليا في الفترات القليلة الماضية. النهاردة احنا في أمس الحاجة لوجود الصيادلة داخل المنظومة الصحية. 14,000 صيدلي دول مش عدد يمكن الاستهانة به، يمكن الاستفادة بيهم في مجالات كتيرة جدا داخل المستشفيات. احنا عندنا أزمة في الأطباء، عندنا مستشفيات فيها دلوقتي أو بتستقبل حالات بأعداد كبيرة، تمام، وغيرها كمان من الأماكن اللي تم دعم الصحة بيها زي مثلا المدن الشبابية والمدن الجامعية وغيرها، كل دي في أمس الحاجة إلى أطقم طبية للمساعدة. صحيح، طبعا احنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لان هو كمان للاسف احنا بنتكلم كمان على صيدله حديثه، وبنتكلم على صيدله رعايه حرجه وامرجنسي اللي هو طوارئ، الترصد موجود في صيدله، مكافحه العدوى موجود فيها صيدله، كل القطاعات دلوقتي الصحيه اصبح فيها الصيدلي هو جزء مهم جدا فيها. يمكن دكتور ابراهيم عبده معانا نموذج حاجه جميله، وانا بفخر بحضرتك، نموذج للصيدلي الرعايه الحرجه، وهو تخصص يعتبر هو طبعا في العالم موجود بقاله فتره ويمكن في مصر جديد. يعني ايه صيدلي رعايه حرجه يا دكتور؟ طيب صيدلي الرعايه الحرجه هو جزء من قصه الصيدله الاكلينيكيه، احنا موجودين اشتغلنا بيها في مصر، ابتدينا بيها قريب فعلا. وجود الصيدلي ضمن الفريق الطبي داخل الرعايه الحرجه مهم جدا، اكتشفنا بالممارسه ان هو قد ايه بيفرق في حياه البيشنتس او حياه المرضى او حياه العيانين. يعني ايه دوره بالظبط في جوه الرعايه الحرجه؟ العنايه المركزه بيعمل ايه؟ طول الوقت مقتنعين بفكره ان احنا الصيدلي هو اكتر واحد فاهم في الدواء، اكتر واحد شاطر في الميديكيشن، في الادويه نفسها، انت احسن واحد فاهم في الجرعات نفسها، تفاعلات الادويه مع بعض، ودي قاتله في عيانين كتير جدا داخل الرعايه المركزه، مشكلتهم الكبيره ظهور اعراض وظهور مضاعفات بتحصل مش بسبب بس المرض، بسبب مضاعفات الادويه او استخدام اكتر من دواء في نفس الوقت، قصه الدرج درج انتر اكشن او تفاعل الادويه مع بعض. قصة في الرعايات المركزة بتلاقي دايما في عيان عنده مشكلة في الكدني أو في الكلى، حد عنده مشكلة في الكبد، فمهم جدا كصيدلي بعرف أن أنا أعمل دوز أدجاستمنت أو أن أنا أضبط الجرعة بالظبط على وظائف الكلى على وظائف الكبد، بالتالي باخد البنفيت أو باخد الحاجة اللي بستفيد منها للعيان، وبالتالي بقلل الأعراض الجانبية بتاعته. كل الكلام ده بيترجم بفلوس، كل الكلام ده ان انا بقلل مكوث العيان داخل داخل الرعايه المركزه، وحياه كمان بني ادم مهمه جدا، والكواليتي نفسها. تمام، ولا تسمح لي كمان في حته الرعايه الحرجه، هي موجوده في بره في اوروبا وفي امريكا بالفتره كبيره جدا جدا. معانا كمان نموذج مصري جميل، هو الدكتور رومل فارس، هو معانا على التليفون، هو في السويد، هو صيدلي مصري بقى له 9 سنين هناك شغال في مستشفيات في السويد، تخصص بتاع حضرتك هنا في مصر رعايه حرجه. دكتور رومل ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا دكتور وائل. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ضيوف الموجودين معاك اهلا بيك. الوضع عندك في السويد اخباره ايه الاول؟ طمنا عليك. عادي يعني زي كل الدنيا، الوضع برضو يعني يوم فوق يوم تحت، لسه الدنيا مش مستقره برضو يعني. تمام، اسمح لي بقى دكتور، يعني بتزيد شويه برضو للاسف. طيب الصيدلي رعايه حرجه، حضرتك شغال صيدلي رعايه حرجه في مستشفى في السويد صح؟ تمام يا دكتور. دور حضرتك ايه بالظبط بيبقى هناك في السويد؟ هو يعني احنا بنبقى في المستشفى، في صيدلي بيبقى معاه مثلا قسم واحد رعايه الحرجه او كذا قسم تاني، يعني بيبقى حسب المستشفى نفسها. اول حاجه بنبقى يعني الصيدلي بيبقى هو المسؤول اللي بيعمل الاوردرات بتاع الادويه للقسم ده. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، في ادويه بتنقص، ادويه مش موجوده، فلازم بنشيك ان الادويه اللي عندنا دي هتكفينا لمده 14 يوم، يعني بحيث في عدوى انتشرت، حاجه حصلت في شركه تصنيع، شركه توزيع، اي حاجه، فيبقى في عندنا ستوك هيكفينا 14 يوم، عشان لو حاجه قفلت اسبوعين يبقى عندنا الستوك ده مكفينا. تمام، قلت لي حصل خناقه معاك هناك وقالوا لك انت ازاي تعمل الاوردر ده، احكي لنا كده سريعا ايه اللي حصل في الموضوع ده. العادي كان في بدايه الموضوع عملنا ستوك كبير شويه، عشان يعني كنت حاسين ان ممكن الادويه تنقص كده، يعني ما تبقاش متوفره، هيبقى فيه اقبال كبير يعني. بس فحصلت مشكله، الكوست زاد عالي مره واحده، بس بعد كده الدنيا نقصت، فالموضوع ده جاب نتيجه كويسه، يعني ان احنا كنا شغالين على الادويه دي الاوردر ده لحد تقريبا دلوقتي يعني. تمام تمام، شكرا دكتور رومل، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله توصل بالسلامه باذن الله في مصر، وحافظ على نفسك. دكتور محمد صابر وممثلين للتكليف 18، انتوا عايزين ايه؟ عايزين نقوم بدورنا تجاه الوطن ونساعد ونكون موجودين نسد العجز في هذه الازمه.
ونحاول يعني كل اللي اتعلمناه ودرسناه وحاولنا ان احنا نوصل له نطبقه ونستفيد منه. 14,000 صيدلي قوة بشرية لا يستهان بها، عايزين يقوموا بدورهم وينزل اعلان تكلفنا علشان نساعد في هذه الأزمة وتعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله، ويكون عملنا حاجة ولينا دور في البلد. والصيدلي دوره كبير ومهم جدا في المنظومة الصحية وفي المجال الطبي. نطلب بس إن احنا نقوم، عايزين ناخد حقنا وينزل الإعلان قريب إن شاء الله ونساعد في هذه الأزمة. لما احنا مش هنقوم دلوقتي في دورنا، هنقوم إمتى؟ يعني انتوا جاهزين تبقوا في الخطوط الاماميه في الجيش الابيض؟ نكون في الخطوط الاماميه. احنا عامه خطوط في الخطوط الاماميه في الشارع، وبنقوم بدورنا وبالتوعيه للناس، ومش مجرد عشان الاعلام ما نزلش احنا ساكتين، لا احنا بنقوم بدورنا برضو. بس عايزين ده وزاره الصحه والدوله تقدم لنا ان احنا نكون موجودين معاهم ونساعد في الجيش الابيض. شكرا. من خط الدفاع الاول. شكرا جزيلا دكتور محمد، اتفضل. طيب رساله اخيره كده سياده النائبه. يعني انا سعيده جدا باللي انا بسمعه طبعا من شباب الصيادله. رسالتي هتبقى موجهه للحكومه، لان انا بتكلم باسم الشباب دول وباسم الشعب المصري. احنا في الوقت اللي لابد يكون فيه تكاتف لكل فئات المجتمع، اعتقد ان احنا عندنا قوه لا يستهان بها زي ما الشباب قالوا. شباب الرئيس دايما بيعول على الشباب، واحنا بنقول له الشباب هم موجودين وعلى اتم استعداد ان هم يقفوا في الصفوف الاولانيه، واحنا كنواب الشعب وراهم لحد ما نقدر ان احنا نساعد معاهم ونوصلهم للي هم عايزينه. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني احنا معانا مبادره ان شاء الله بعد العيد فورا هتقدم لمجلس الشعب ومجلس الوزراء وللرئاسه ان الشباب دول يبداوا يخشوا في الرعايه الحرجه ويخشوا في الترصد ومكافحه العدوى باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. رساله حضرتك دكتور ابراهيم. اهميه وجود الصيدلي بالذات في الايام اللي احنا بنتكلم فيها كورونا، تطبيق البروتوكول الخاص بعلاج كورونا من الحاجات القاتله جدا. موضوع تفاعلات الادويه مع بعض، الاعراض الجانبيه من الادويه نفسها، مهم جدا وجود صيدلي في مكافحه جائحه كورونا. اشهر اكزامبل مثلا عندنا الهيدروكسيكلوروكوين، ده من اول دواء بيتم استخدامه عشان انا اعالج بيه العيان بتاع كورونا، بيعمل لي بيزود لي حاجه برولنجيشن كيو ار انترفل، بيعمل لي مشكله في القلب. صحيح. فبالتالي انت اقل حاجه لو انت في الرعايه المركزه، لو ما فيش صيدلي موجود معانا، فهتلاقي ان هو الدكتور عنده مشكله في الرئه، يقول لك ممكن احط له دواء زي مثلا ليفوفلوكساسين، ده مضاد عشان اعالج بيه القلب او اعالج بيه الرئه الموجوده حاسه معايا. اللي بيحصل ان في تفاعل مهم جدا لازم اخد بالي منه انا كصيدلي واقف، لو انا العيان ده عنده مشاكل في القلب احط التوصيه بتاعتي ان احنا ممكن. صحيح، لان الصيدلي هو الخبير الوحيد بالدواء. بنشكرك. شكرا جزيلا. بيتعمل له الاي سي جي. بالظبط، نعمل له اي سي جي ونتابع بعد كده، يقدر ياخده لان ده دواء مهم يعني. بالظبط، نتابعه جدا واسنان. نشكرك شكرا جزيلا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب دكتور محمد. انت طيب. واحنا خلاص داخلين على العيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بصحه وسلامه. وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله باذن الله، ونشوفكم ان شاء الله بعد العيد باذن الله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب سلام. شكرا جزيلا. شكرا.